ملي كتجو وتشوف واحدة ولا جوج ولا 100 ولا 200 اللي خدامين في طريق باشي هو عامل لك ايه يعني هرقي المصريين. جيت باش تقلب على الرخص حتى انت رخيص، لقيت الرخص غتمشي تلقاه في مكان احنا يقدر يكون في سيدة غادة في طريق ماشي مزيان على ود الفلوس، مغربية في المغرب او تلقيت فيها برا المغرب، ولكن اشرف مليون مرة من السيدة المحترمة الخليجية اللي مصاحبة على راجلها اللي لاباس عليه واللي عايشة في قصر وفيلا ورثتها من باباها او من راجلها ومتصاحبة مع العامل اللي عندهم في الدار. بعد ان استمرأ شتيمة الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين من قبل بدون حساب، امن العقوبة فبالغ في اساءة الادب، يعود ليتفوق على دونه فيتهم من قلب السعودية مملكة المغرب بأن اقتصادها قائم على بغاء بناتها في الخارج. القوال الإعلامي السعودي فاشي. المغرب للخارج يدخلون عاد المغرب شيء، إيراداتهم من الحوالات 60 مليار دولار في السنة. 60 مليار مبلغ كبير يعتمد على أنهم يصدرون، ما هو بس البلدان الثانية، رجال هم النساء يعملن في البغاء وليحولون لهم، يعني قايم اقتصاد البلد على تحويلات البغاء، مصيبة. دول المشرق والمغرب العربيين يسميها الشتام بدول الطرابيش، والسياحة عنده لا تتجاوز سحابة سرواله التي شكلت وعيه وثقافته الخاصة في علاقة التبول باقتصادات الدول. ويجلبون السياح من أوروبا ليتبولوا عليهم. مثلا في الأردن إحدى بلاد الطرابيش السياحة إيراداتها مليارين دولار في السنة، هذه اقتصادهم قايم على هالمليارين. تركوا الصناعة، تركوا أشياء مهمة وركزوا على السياحة. المغرب السياحة فيه عندهم يفتخرون، عندهم 12 مليون سائح دخل لهم 8 مليار دولار، جوكم 10 مليون ليتبولوا عليهم و8 مليار دولار، ومصر 10 مليون سائح وحققوا 9 مليار دولار. هل يعلم مريد بن سلمان أن المشروع الحلم لأميره نيوم قائم على السياحة، أي على التبول بمفهومه؟ البحر الأحمر ينتظر نهضة سياحية كبيرة سيقدمها مشروع نيوم، وستشمل السعودية والأردن ومصر. لنلقي نظرة إذن مشاهدين على تفاصيل هذا المشروع. في السعودية سيتم إنشاء 7 نقاط جذب بحرية في البحر الأحمر في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية. تعمل السعودية أيضا على إنشاء 50 منتجعا و4 مدن صغيرة. وهذا سعودي نكرة نترفع عن ذكر اسمه حتى بالحروف الأولى، يمجد شارون ويدعو نتنياهو لإبادة الفلسطينيين. الفلسطيني، أنت ما أنت عربي ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل معكم. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا ماير والثاني والله ما ادري ايش اسمه، هذول كانوا ابطال تدري ولا لا؟ لكن نتنياهو جبان، لا نتنياهو ما حرككم، ما ادري ايش يبي بالاسلحه مكدسها عنده. يا ادمي يا نتنياهو احرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. انا مستعد انام عند يهودي ولا انام عند فلسطيني. انا مستعد اقلط يهودي في بيتي واغديه واوكله واشربه ورقده ولا أدخل فلسطيني في بيتي. دار اللي حكيتكم والفيديو اللي نزلكم تاني بيطلع وبيحكي عن بنات المغرب ورجال المغرب انهم بيطلعوا برا وبيشتغلوا بالانحلال والانحراف عشان يجيبوا الدخل لدولتهم. تخيلوا يا جماعة شخص زي هذا عم بحطوا له لايك وبنشروا له فيديوهات وفي عالم بتتابعه، طبعا هاي العالم اللي بتأيده بتتابعه مكبوتي زيه ومش قادر تطلع
كتبتها الا على السوشيال ميديا، فيخلف على الاجانب اللي عملوا لكم منصات زي التويتر والفيسبوك واليوتيوب عشان تطلعوا هاي القذارة اللي انتم مش قادرين تطلعوها على الارض لانكم تستحوا منها، لانه هذا الحكي ما بيصير. وملاحظة بالنسبة للعالم اللي بتشتغل في الامور المنحرفة من البنات والرجال، هذول موجودين في كل العالم وكل بلداننا العربية، والله يهديهم، عندك وعندي وعند الكل، فاهم علي؟ فما بصير تطلع وتجمع شعب كامل وتستحقر شعب كامل وتهين شعب كامل. بحب اوصل لك رسالة واختصار فهيد الشمري، انه اصغر طفل في المغرب اشرف منك، وغير هيك انت ما بتمثل الا نفسك. وانا بوجه نداء لاهلنا في السعودية، لان انا بعرف اهل السعودية اهل الطيبة والاصالة والنشامة، والله يا جماعة سيبوكم من على السوشيال ميديا، هذول عبارة عن قذورات وان شاء الله بنخلص منه. ان الناس عليها واجب ناحيه الامير، ظهر اعلامي سعودي اسمه فهد الشلمي يهدد الناس بالمنشار. ايوه والله يهدد الناس بالمنشار، موضوع بقى صعب جدا في السعوديه، ويشتم العرب بشتائم قذره لانه مش عاجبهم اللي بيعمله طويل العمر. صح. اليوم المغرب تسحب مصطفى المنصوري سفيرها لدى المملكه العربيه السعوديه للتشاور طبقا لأساسيوتد بريس. وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه يصرح بان الخبر غير دقيق، وأن المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات، وبغض النظر عن التأكيد والنفي، فالذي لا يستطيع أحد أن يتجاهله أن الأزمة المكتومة لم يعد يفلح معها كل قاموس الجمل الدبلوماسية المعتادة. وقف المغرب مشاركة في حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن أمر لم يستطع أن ينفيه أحد، ولم يأتي فجأة، بل بدأ ظهور بوادره منذ سقوط طيارة F-16 من 6 طيارات تشارك بها المغرب في التحالف. هذه الطائرة كان يقودها الملازم ياسين بحتي، والذي لقي مصرعه. الحصار الرباعي لقطر كان المحطة الرئيسة التي أدت لتوتر العلاقات بشكل عنيف بين السعودية والمغرب، رغم محاولة الأخيرة بكل طريقة ممكنة المحافظة على العلاقة بلا انقطاع مع أرض الحرمين. المغرب لم ترضخ للضغوط السعودية الهائلة لقطع علاقتها مع قطر، وقررت أن تقف مع الحياد الإيجابي لعلاقات طيبة تربطها بالجميع، ولكي لا تنجر لمنزلق مقلق بين الأشقاء. الغضب عم أبوظبي والرياض، وزاد معدله لاحقا بعد إرسال المغرب شحنة جوية تتضمن مساعدات غذائية إلى قطر إثر قرار فرض الحصار البري والجوي على الدوحة كمبادرة إنسانية رمزية. الغضب وصل لمرحلة خطيرة وبشكل غير مسبوق بعد زيارة ملك المغرب بنفسه إلى قطر بعد بدء الحصار. بدأت الأمور تخرج عن السيطرة عندما قدمت المغرب ملف استضافة كأس العالم 2026، وكانت تعول على الملف كثيرا لجذب الاستثمارات وترويج السياحة، لتعلن السعودية تأييدها ودعمها للملف الأمريكي. ولم تكتفي بهذا، بل دفعت وضغطت على دول عدة لكي يدعموا الأمريكان على حساب المغرب. بلعت المغرب الصفعة حرصا على شعرة معاوية، لكنها لم تستطع أن تبتلعها طويلا، فعادت ورفضت الدعم السعودي لتنظيم كأس إفريقيا، وعادت وأعلنت عدم المشاركة في أعمال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير رفض المغرب استقبال ابن سلمان في جولته العربية لمحاولة غسل يديه من مقتل خاشقجي. جدول أعمال الملك مزدحم، وكان يجب أن تخبرونا بالزيارة مبكرا، هكذا ردت الرباط. فاستشاط ولي العهد القاتل غضبا، وانتقلنا من الغضب المكتوم إلى الأفعال الصبيانية، والتي تعود عليها من ما تزال يديه مخضبة بالدماء. وليخرج بعدها ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي مرتكبا جرما عظيما من وجهة نظر السعودية بحديث إلى الجزيرة القطرية، فلم يتأخر الرد السعودي فورا بإذاعة تقرير في قناة العبرية العربية نكاية في المغرب، ويعلن التقرير أن المغرب تحتل الصحراء المغربية بل ويقتطعها من خريطته في التقرير. فترد المغرب في موقع القناة الثانية أن خاشقجي قتل بطريقة السلام على المغرب أرضا ووطنا وملكا وشعبا وبحرا ونهرا وجبلا وسفحا، كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض
سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، والدأر بيضاء وفي أفواهها يتحدث التاريخ وهو المعرق، والدار بيضاء وفي أفيائها يتحدث التاريخ وهو المغرق، أرض حصاها لؤلؤ وترابها مسك ووجه السعد فيها مشرق. أرض الدار البيضاء والمغرب جميعا، أنا أقول أعود، والدار بيضاء وفي ساحاتها يتحدث التاريخ، تاريخ المرابطين والموحدين والسعديين والعلويين والفاتحين والمجددين والعلماء والمفكرين والعابدين والزاهدين. أرض حصاها لؤلؤ وترابها مسك ووجه السعد فيها مشرق، ونحمد الله الأمن مستقر عندكم، ثم إن الله منحكم من جمال الأفياء والطبيعة الخلابة والأنهار والأزهار والأشجار والثمار، ما عليكم إلا أن تحمدوا الواحد القهار العزيز الغفار ليتم عليكم النعمة في الليل والنهار، ويتولاكم ويجعلكم من أتباع سيد الأخيار بأبيه وأمي. وأشكر الله أني وجدت في المغرب الحفاظ والأصوات الجميلة وحفظة القرآن من قديم. وفي الختام كنقول واحد الحكمة اللي ديما كتقال: لا تجعلوا الحمقى مشاهير. والسلام عليكم.